في إطار انفتاح المؤسسات التعليمية بشكل عام والمؤسسة ديال إطار انفتاحها على الفضاء والفضاء الخارجي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين اللي بطبيعة الحال كيدعموا مثل هذه المبادرات ونشكرهم على هذه المبادرة اللي هي في صالح التلميذ. النشاط منظم تحت شعار شجرة لكل تلميذ، سيكون فيه نشاط عبارة عن غرس لأشجار، سيقوم التلاميذ بغرس هذه الأشجار بمساعدة طبيعة الحال الفريق التربوي والإخوة اللي جوا عندنا من شركة العمران، وكنتمنوا مثل هذه المبادرات أن تعاد وتكرر لأنها في صالح التلاميذ.